تستمر الدولة في جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، جهود تتعزز في فترة الأعياد لا سيما عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف توفير اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة وجودة عالية. تستمر المجمعات الاستهلاكية المختلفة في توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال العام، ومن أهم ما توفره المجمعات هي اللحوم الطازجة. ويهل علينا عيد الأضحى هذا العام باستعدادات مكثفة من المجمعات الاستهلاكية لاستقبال المواطنين. في اللحوم متوفرة يوميا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة عن بقية المنافذ وعن بقية المنافس. عندنا اللي يوميا احنا بنضخ في كل موقع على مستوى الجمهورية أكثر من 2 طن للفرع الواحد. طبعا مش كمياته بس، لا ده جوده. السلع الاساسيه طبعا بتتوفر في المجمعات بشكل ثابت وكامل بشكل يومي، من السلع الاساسيه زي الزيت زي السكر زي الرز زي المكرونات زي الجبن زي الالبان، بالاضافه على كده زائد طبعا صرف السلع او المقررات التموينيه بشكل يومي على مدار الشهر، واخد بال حضرتك من فرق عيش او التموين. ومن اهم هذه المميزات طبعا في العيد او الاعياد بشكل كامل اللحوم متواجده بشكل يومي، بس في العيد بيتم زي ما حضرتك شايف كده كميات كبيره من اللحوم الطازه. وتوفر المجمعات الاستهلاكيه مئات من اطنان اللحوم السودانيه يوميا، بالاضافه للحوم الجيبوتي والمبرده، والتي تاتي باسعار اقل من السوق وجوده اعلى وبضمان اكبر. اللحمه بتنزل كل يوم لحمه سوداني طازه بسبع ثمان عجول، ماشي؟ في ضاني كمان بينزل ب 360 بلدي. في ضاني سوداني فريش بينزل ب 335، لحمه مفرومه ب 285، كبده طازه ب 285. عامه انا جربت اللحمه دي كذا مره كويس حقيقي يعني، وما بتاخدش سوى كتير. اللي انا جربتها مش عارف لو اخدها النهارده تبقى كويسه ولا، عشان الحق اكون منصف يعني. بره دلوقتي في اسعار ب 260، في اسعار ب 300، تمام دكوره بيقولوا. هنا بقى 285. والله اللحمه السوداني احنا عارفينها من زمان ان هي كويسه، المرعى بتاع السودان حلوه، وكانوا بيجيبوا لنا اللحمه يعني بتبقى كويسه ويعني طعمها حلو. ويعد مجمع الجيزه الاستهلاكي من اهم المجمعات التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين، حيث ان مواعيد عمله تبدا من 9 صباحا وحتى 9 مساء، ويستمر حتى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.